أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما كفارة اليمين وما طريقة الإطعام، وهل على الترتيب أم على التخيير؟ كفارة اليمين كما في الآية لقوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة عتق. يعني أين هذه الأمور الثلاثة يخير الإنسان أيها فعل أجل، فإذا لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. كفارة اليمين بالله تجمع بين تخيير وبين ترتيب. نعم.